الطفلة جوما أستير كانت تعاني من زيادة في بعض أعضاء جسمها حسب الأطباء، حيث تكفلت سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير بتكاليف هذه العملية التي تجرى لها بمستشفى الأم والطفل. التفاصيل مع عائشة خليل بلال. مواصلة للأنشطة الخيرية التي تقوم بها مؤسسة القلب الكبير وفي إطار مساعدة حال الضعفاء والمحتاجين لا سيما المرضى، فقد قام وفد من مؤسسة القلب الكبير بقيادة الأمينة العامة السيدة ديلا لوسيان ممثلة لسيدة البلاد الأولى رئيسة مؤسسة القلب الكبير هند ديبي إتنو بزيارة تفقدية إلى مستشفى الأم والطفل، حيث زار الوفد إحدى المريضات وهي الطفلة التي تحمل اسم والدتها السيدة جوما إستير البالغة من العمر 6 أيام فقط والتي تمت ولادتها بإحدى مستشفيات العاصمة أنجمينا، وهي تعاني من زيادة في أعضاء جسمها والتي ولدت بثلاث أرجل حيث التصقت الرجل الثالثة بالنصف الخلفي من الجسم. وفي هذه الزيارة تلقى الوفد الزائر شرحا مفصلا عن حالة الطفلة جوما إستير. أما سيدة البلاد الأولى رئيسة مؤسسة القلب الكبير هند ديبي إتنو عند سماعها لهذا الخبر تكفل بعلاج هذه الطفلة والتي أجريت لها عملية جراحية لإزالة العضو الزائد بمستشفى الأم والطفلة من قبل الدكتور أوليفيا إنغار نجيم والدكتور محمد نور أبكر وعدد من المساعدين. وفي نهاية الزيارة، حيث رافق أعضاء مؤسسة القلب الكبير الأطباء والمريضة حتى صالة العمليات متمنين في حينها الشفاء العاجل للمريضة. وفيما يتعلق بحالة الطفلة ومدى نجاح العملية يحدثنا الدكتور أوليفيا إنغار نجيم. اليوم مش الخمسة يوم كي لقينا صحيح واي هي بني ولدو في سنتر دي سانتي هنا توكرا وجابو لنا بمالفورماسيون ان دا رجلين تلاتة دا بنا دو فوسي اموا دونك رجلين التلاتة دا مش الحنا صحيح صحيح دابا كي وتيمان اما انا واي دا ما ديفلوبمون هنا وما ماشا دايما كمل دونك هنا الكبير دا بس اديل وهي رجلين تنين دا ما ديفلوبمون هنا وما اديل دونك هسا عملية هكا دا ببقى مش الساعة واحد ونص كي ونمرقو رجلين الما اديل دا نكالو لي الاديل دا نعدلو لي دا بس الشغل نسوي هسا هو من سوينا سكانير دا هو رجلين دا ما ودم هنا دارا دا ما ملاصق دونك دا بس عملية دا يبقى لنا شيء كي هاي ما يبقى شغل تقيل ما في. أما عن اللفتة الكريمة والدور الإنساني الذي قامت به سيدة البلاد الأولى رئيسة مؤسسة القلب الكبير تجاه أمهات وأطفال تشاد بصفة عامة، نستمع إلى والدة الطفلة. أي أول أنا عندي كلبان ده عندي مش صار 6 ده أنا كما سيدة كان هسا في كاربز صدري دول ده كل بوجاني من شهر 6 ده حالا ما نقدر نكرم ما في علم في صوت أقول كل ما نقدر نشيله ما في قاعد في مكان وايد كذاني قومني بقول كل إللي كان حبي قال نمشي أبتلا قاعد هذا اللي نسوي إكو ما عندي كل سنة إكو ما في جزك جيب قبل لهم هم قال كن سوي إكو أنا قال أكيد ما عندي كل سنة إكو ده ما في أنا قاعد لي الله بس الله كم دلاني بآفي حلس كم دلاني بآفي ده يومي بس تمام ده بس أنا جيت وليت بيوم مركري ده بيجي لي بالسبب ده أنا ده شيء النهوري ما في ما شكرا لا بس شكرا للسيلة كله كده الله بس يزيد لا أنا شكرا كني عاجلة ما عندي شيء كده عاجلة ما في شكرا لا قال الله يزيد لا قدام. إن العلاج المجاني الذي تقوم به سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير يرفع الكثير من المعاناة عن الأسر التشادية.